أحبائي السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن التمر، هذا التمر الذي أنسجت حوله كل المنسوجات وقيل عنه كلام كثير. التمر حقا إنه معجزة الطبيعة ومعجزة الغذاء. هذا التمر من صفات سكان الصحراء، وهو الذي ساعدهم على القوة وبعض الصفات الأخرى كالرشاقة، وهو الغذاء الرئيسي الذي يتناولونه، وهو أكبر الغذاء الذي له الفضل على قوة السكان في الصحراء أو الذين يقبلون على تعب كثير، حتى أن العلم لقب التمر بأنه منجم المعادن، وهذا غير فوائده الأخرى التي تجعل منه غذاء كاملا بكل ما في المعنى من الكلام. ورغم رخص ثمنه حسب الأصناف وتوفره الدائم في الأسواق، مما يجعله فاكهة من فواكه فصل الشتاء بدون مناقض أو منازع. وتحدث عنه التاريخ كثيرا من خلال الحفريات التي أجريت في مقابر الفراعنة على شدة تقديرهم لهذه الفاكهة الحلوة اللذيذة، حتى نقشوه على جدران معابدهم وأشادوا بفوائده غضا وجفا ومسكرا وعلى شكل عجوق وفي كثير من الأدرية القبضية كتابات ومذكرات تدل على مدى ما كان للتمر من غذاء له قيمة عالية بالنسبة للقساوسة والرهبان. ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان طعام مريم أيام حملها بالسيد المسيح عليه السلام، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وبهذه المناسبة أقول لأحبائي جميعا سنة ميلادية سعيدة تعود عليهم بالنصر والخير والصحة. ثم نعود إلى الكلام. جاء في تاريخ العرب وقصص حياتهم وحروبهم الدور الكبير للتمر كغذاء رئيسي من أغذيتهم، بصورة تفسر لنا كيف استطاعوا أن يجدوا القدرة على أن يفتحوا البلاد والأمصار البعيدة ويقاتلوا الدول والجيوش، وليس في جوف المقاتل العربي سوى بضع تمرات. وقصة ابن الحمام السلمي في غزوة بدر تعطينا صورة عن المحارب القديم العربي الذي كانت قريش آنئذ تفوق رجال النبي بثلاثة أضعاف أو أكثر. وقف الرسول ينظم صفوفهم ويحثهم على القتال فقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الجنة. وكان عمير بن الحمام قد انتحى ناحية يمضغ بضع تمرات حسب عادات المحاربين يومئذ، فلما سمع كلام الرسول رمى التمر وقال: بخ بخ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، واندفع مع المندفعين. ثم نعود إلى التمر. هذه الفاكهة الصحراوية الممتازة غني جدا بالمواد الغذائية الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان. متوسط النشاط في اليوم الواحد بضع تمرات تكفيه، وبعبارة أخرى كيلو واحد من التمر يعطي نفس القيمة الحرارية التي يعطيها اللحم،
وإنما يعطيه الكيلو الواحد من البلح يعادل 3 أضعاف ما يعطيه كيلو واحد من السمك. إن التمر يحتوي على الفيتامين ألف الموجودة بنسبة تعادل نسبة من أعظم في أعظم مصادر هذا الفيتامين، أي تعادل نسبة في زيت السمك أي الأوميغا 3 وفي الزبدة. والفيتامين ألف هو معروف يساعد في زيادة وزن الأطفال، ولذلك يطلق عليه الأطباء اسم عامل النمو، أنه يحفظ رطوبة العين وبريقها ويمنع الخوص وجحود الكرة العينية، ويحقق في الطبقة المشيمية الداخلية للعين عملا طبيعيا، لأنه يعمل على تكوين الأرجوان الشبكي، وبذلك يضاف أو يضاد الغشاوة الليلية أي العمى الليلي، ويجعل البصر نافذا ثاقبا في الليل فضلا عنه في النهار. واستعمله الطيارون الأمريكيون إبان الحرب العالمية الأخيرة حين إغارتهم الليلية كي يعاونهم على تمييز الأهداف وسط الظلام. ولذا فإن غنى التمر بالفيتامين ألف يجعلنا نؤكد فائدة في تقوية البصر والأعصاب البصرية وفي مكافحة الغشاء الليلي، وسكان الصحراء مشهورون بالرؤية على المسافات البعيدة. والأطباء الأخصائيون في الأذن يصفون الفيتامين ألف اليوم لتقوية الأعصاب السمعية، وعلى هذا فالتمر يفيد الشيوخ الذين بدأوا يعانون قلة السمع والوشيش، أو بالأصح ضعف الأعصاب السمعية. ربما الفيتامين ألف يسمى بفيتامين النمو، يساعد جسم الفتيان والفتيات على النمو أيضا، فيغدو الفتاة رشيقا نشيطا كيوسف بن تاشفين الجميل الرشيق الذي يعرف بالرشاقة لدى الصحراويين آنذاك. وكذلك يخشى منه من على الفتيات أيضا، لأنه يورث السمنة، لهذا يجب على الفتيات أن يقللن من أكله نسبيا ولا يتخلون عنه، ولا يسيء إلى قامتهم لخلوه من المواد المشحمة. لهذا أحبائي ننصح بإعطاء كل الأطفال العصبيين الثائرون المزاج بضع تمرات كل صباح لتضفي عليهن السكينة والهدوء في تصرفاتهم واضطراباتهم. ثم يحتوي التمر على الفيتامين ب واحد والفيتامين 2 ب والفيتامين ب ب، ومن شأن هذا الفيتامين تقوية الأعصاب وتليين الأوعية الدموية وترطيب الأمعاء وحفظها من الالتهاب والضعف. وكل من له إلمام بسيط بالطب يعرف بأننا نصف الفيتامين ب في الآفات العصبية وفي الخدل والمدل وفي الشلل وفي الاسترخاء أيضا، خاصة عروق القلب والقرحة في المعدة والجهود العضلية والفكرية، ونوصي به للرياضيين والمفكرين، وكذلك لمن له آفات الكبد واليرقان وتشقق الشفاه وحالة الأريجيا أي التحسس لاليرجي، وفي تكسر الأظافر وجفاف الجلد. لهذا للتمر عدة خواص شفائية مجتمعة، فهو غذاء كامل، لأن الحرمان منه يقلل النشاط ويهزل الجسم ويسقط الشعر ويثقل الأرجل، والكلام في هذا الباب لا نهاية له. والتمر غني بالفوسفور بنسبة عالية، فهو أغنى من المشماش والإجاص والفريز وأغنى من العنب، لهذا فهو يلعب دورا في تركيب العظام والأسنان. وأن الفوسفور هو الغذاء المفضل للحجيرات النبيلة في جسم الإنسان كحجيرات الدماغ والتناسل، وندرك قيمة التمر الدوائية أيضا في تعويض ما يفقده أرباب الفكر والقلم وما يفقده الشباب من الضائعات،
وراء ملذات وشهوات الجسم، ويمكننا أن نعزز هذا النشاط بضرب الأمثلة بالعربي في الصحراء. وعلاوة على ذلك، فإن بضع تمرات تزيد من مفعولها فائدة كاملة في شراب الحديد أو مع الكالسيوم، لأن الحديد والكالسيوم محلولان في التمر بشكل طبيعي يقبله الجسم ويتمثله بسرعة، بينما أشربة الحديد والكالسيوم على شكل أقراص تدفعه المعدة وتثقل على غشائها المخاطي، وقد لا يتمثلها الجسم بشكل كامل، ولهذا يجب أخذ التمر مصحوبا بأشياء أخرى مثل المكسرات كاللوز والجوز، فتكون الفائدة أعظم. ولوحظ أن سكان الواحات وأكثرهم فقراء وبؤساء لا يعرفون المرض، خاصة مرض السرطان، لإقبالهم على التمر وغناه بالمغنيسيوم، وهو سبب انعدام السرطان لدى أولئك الناس. أحبائي، التمر يدفع الطاقة السلبية عن كل بيت، وبيت ليس فيه التمر فهو بيت فقر ومشاكل. وفي علم النوايا أي النية، أوصى النبي بأكل التمر بعدد فرادى، وهذا فيه حكمة. طاقة التمر لها لون أزرق مثل السماء والبحر، وهذا اللون يشكل ذرعا واقيا للطاقة السلبية عند بعض الشعوب. تضع قارورات من الماء والملح والقمح والتمر في باب المنزل، وهذه حكمة لديهم. وأقوى الأشجار النخلة بجذعها اللين القوي الذي يحفظ الماء كالجمل في الحيوان، وهو من أشجار الجنة كالتين والزيتون والرمان. وثبت عن النبي: بيت لا تمر فيه جياع أهله. وثبت أيضا أنه أكل التمر بالزبدة، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردا. وعن النبي حكمة لا مرد لها ولا مثيل لها، وما زال الأطباء لم يصلوا إلى معرفة خبايا الطب النبوي الكريم. أحبائي، التمر مقوي للكبد، ملين للأمعاء، مزيل للإمساك، خاصة مع حب الصنوبر أو مع اللوز أو مع الجوز، لكن لأصحاب البلاد الحارة لأنه شديد اليانغ أي شديد الحرارة والسخونة، حيث مكان إنباته، بينما لأهل البلاد الباردة فهذا عكس ذلك، فإنه يورث السدد أي يسد لهم العروق، لأن الإكثار من التمر والسكريات فهو يؤذي الشرايين ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع، ودفع ضرره باللوز، وأكله يعني أكل اللوز والجوز مع التمر، وأكله على الريق يقتل الديدان أي البكتيريا الضارة أو الفلورا الضارة. وإذا أديم أكله على الريق لمن به خلل الفلورا المعوية أي البروبيوتيك، سواها ونظمها وقتل الضارة منه وشفاها. عادة ما ينبت التمر في البلاد الصحراوية لحرارتها، وعرف سكانها بالمناعة ضد الأمراض وقوة التحمل وحدة الفكر وسعة الصدر والروح، وذلك بفضل صحن الغذاء. لهذا أحبائي، كان الغذاء هو الإنسان، الإنسان هو الغذاء، وغذاؤه دواؤه، ودواؤه غذاؤه. وبما أنه يابس فمخازن
الناس الصحراويين مملوءة بمؤونة التمر على مدى العام، وعرف باسم التمر لأنه منجم للمعادن وغذاء كامل للجسم، خاصة طاقته العالية في فصل الشتاء بالمقارنة مع المغذيات الأخرى اللازمة لفصل البرد. قدسه الفراعنة وقدسه اليهود وقدسه المسلمون، ثم كان طعام مريم أيام حملها بالمسيح عليه السلام. شارك التمر في كل الحروب عبر التاريخ، هاجر مع العرب المسلمين لنشر الإسلام، استقر مع الأمازيغ في المناطق الصحراوية وكان منبع جمالهم، وعرفت النساء الأمازيغيات بالعسليات لون التمر، كما ترون لون التمر كلون العسل. لهذا أحبائي الأكل هو كل شيء، يقبل عليه الكائن الحي كل يوم، شرط أن تكون صحته على دوام كامل. لهذا أحبائي ثبت في الصحيح عنه عن التمر: من تصبح بسبع تمرات، وفي لفظ من تمر العالية، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. تمر العالية أي تمر المجهول، أو تمر الشجرة العالية النخلة الطويلة. وثبت عنه أنه قال: بيت لا تمر فيه تمر فيه جياع أهله. وثبت عنه أنه قال: التمر بالزبدة والتمر بالخبز وأكله مفردا. لهذا أحبائي، ويعتبر التمر من أكثر الأغذية التي تغذي البدن بما فيه من جوهر حار أي يونغ، ورطب ين أي متوازن. الحار الرطب أو الين هو اليانغ بمعنى توازن تام. وأكله على الريق يقتل البكتيريا الضارة، وفيه قوة الترياق أي رد السموم. وإذا أديم استعماله على الريق خفف الدودة الضارة في الجسم وأضعفه، وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب. ومرة أخرى سوف نهيئ شراب الملوك الذي يهيئ من التمر أو من الزبيب الأحمر. أحبائي، أتمنى لكم سنة سعيدة كلها حلاوة كالتمر، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم.